طبعا هون ننزل يا اخوان. شايفين كده راح ندخل جوا في ابو 30 متر تحت الارض عشان نخش. خليكم معنا يلا دوم يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الدنيا اخوان ننزل تحت الله ينظر ان شاء الله ان الامور تبين. اضرب الصخر اللي وراك يا ابو محمد. هذا انا اوريك ندخل جوا ناخذ معالم الارض يا اخوان. لما ناخذ معالم الارض الموجوده الان النزله اللي احنا نازلينها تقريبا طبيعيه يعني خلينا نشوف مع بعض. خليني بس اركز الفيديو دقيقه ان شاء الله انها تبين الصورة. دقيقة اضبطها. تمام دقيقة اخوان احنا نظبط فيها ثواني. تمام المعالم بداية النزلة المعالم تقريبا طبيعية يعني احنا قاعدين بنحكي عن حجر صوان اللي احنا شايفينه هذا هسه. هذا حجر صوان تمام يعني من فوق. خلينا نحكي من فوق من هناك نزلتنا هاي كلها ببلش الزنار اللي حكينا عنه قبل هالمرة. دقيقة تمام ببلش عنا الزنار اللي جينا حكينا عنه هذا هو زي ما انتم شايفينه. هذا الزنار صوان يا اخوان. طبعا هذا حجر كوارتز اللي هون موجود. هذا حجر كوارتز كله هذا مشع. طبعا هذا مشع بطريقه غير حجر الكوارتز بيكون مثلا زي ورجيتكم اياه على القناه. هذا حجر مشع اقوى عرفتوا يعني هذا بعطيكم درجه المشع يعني خلينا نحكي باكثر من العادي. طيب هسه ندخل جوا ونشوف وين بدنا نروح. انا اقول عليك بالله يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ندخل مع بعض جوا. يلا يعني عندنا شوية زحف وانا من نزحف بين الله. يلا لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. تمام هاي نفس الحجر اللي جينا حكينا عنه قبل شوي هناك. هي شايفينه كيف. دقيقة هي نفس الحجر اللي حكينا عنه هذا. طيب انا نزلت السياق معي بس كنت فكرها كبيرة لكن احنا هسه تحت صفا يا اخوان. هاي الصفا الطبيعية شايفينها كيف. هسا احنا تحت الفراغ تبع الصفا تمام. هاي زي ما انتم شايفين هاي من هون. طيب في طريق هاي شو في هناك اخر شيء في طريق سرداب على البير. على البير الثاني اه لك حيلة تزحف. لا لا ما مش راح ازحف هناك صعب. هذا طبعا بودي هيك ودي من هناك هيك على البير الثاني. تمام سداب فوتني على المغارة اللي جوا. طب ليش مش فاتحينها؟ طب ليش مسكرين؟ ما احنا زحف كله. هذا كله طمع. هذا كله احنا نجيب فيه من هنا. لسه في سرداب ثاني داخل جوا. هون شايفين انتوا هسه احنا
احنا خلينا نعتبر انه احنا تحت الصفاء، لكن يا اخوان حتى السقفيه فيها دق عده، يعني شايفينها، يعني حتى السقفيه بتلاقوا فيها دق عده، مش سقفيه طبيعيه كمان، يعني اوكي صفاء لكن مشغول فيها، يعني بتلاقوها كلها هيها دق عده، شايفينها كيف. بس حلو، انا طبعا فحصتها من فوق، بس فحصتها من الجهه الشمال، بينت معي تقريبا نفس المدخل، نفس الهاي، تمام. كان فحص سريع شوي، والله سرداب حلو اللي جوا. هاي علب سمنه، هاي شو العلب السمنه؟ عشان عشان تشوفوا شو تحت. هتعمل فحص تبع الكاميرا يا حرام. لا لا لا، عشان نقرب، عشان الثقة، عشان نقرب النقطة. طب هسا سؤال، طبعا بدون ما فيش وجه ولا شيء، طب سؤال، شو اللي خطر على بالك وخلاكم تحفروا هالحفرية هاي؟ هاي محفورة كمان. لا يعني مش هاي، اوكي الفراغ. هي كانت على الارتفاع. تمام. هذا السمل اللي احنا كنا نسمله. هذا اللي هو. ايوه هذا كاملة. تمام. عرفتها هسا جوا، انت اذا بتقدر تسحب جوا هي تقريبا يمكن ابو 20 متر لجوا. لا ما لناش مصلحه. اذا تسحب تلاقيها فاضي كامله هناك مع البير. تمام. هون كامله تفوتك على المغاره الكبيره، ها؟ وتفوتك على البير اللي فرجتك اياه. هسا في مغاره ثانيه. مغاره ثانيه. تمام، احنا بنفحصها هسا هي من برا ونشوف اذا كان فيها معدن او ما فيها معدن، احنا بهمنا بالاخر المعدن، لكن في مشكله يا اخوان هون، وفي مشكله عويصه، يعني الشباب بجوز مش عارفينها، يعني هم اللي هي هذا الحجر، هذا الحجر يا اخوان اللي هو حجر الصوان، تمام، مخلوط بكوارتز، هذا مش بس صوان، مخلوط بكوارتز، هاي شايفينه كيف، هاي هذا مشكله الحجر، اوكي. شفنا احنا زنار هسه واحنا نازلين، شفنا زنار كامل هذا الشكل، نفس الشكل هذا. المشكلة في هذا انه هي طلعوا هيك مثلا بالماء، هي هسه بشوفوا كيف، هسه عارف اذا واضح او مش واضح، في لمعة، كنت في لمعة، تمام. مشكلة في هذا، هيو ها، مشكلة في هذا عند الاجهزة يا اخوان، في الأجهزة راح يعطي معدن. مشكلة إذا كان في حجر مثلا مربع، مثلا زي هذا بس مربع، بصير يقولهم مثلا في صندوق عندكم تحت، تمام، ما بقولهم والله إنه ما مثلا حجر مشع أو إلى آخره، لا بصير يقولهم في صندوق عندكم تحت، ماشي، لأنه الشكل أعطاه زي هيك، شكل مثلا زي هذا الشكل راح يجي يقولهم والله في عندكم تمثال، ماشي. هاي من الأخطاء اللي يعني مجرد ما نزلوا الحفرية مفروض خلاص بينت معاهم الصخرة مثلا في المكان اللي حكى لهم مثلا هذاك انه في شو اسمه مثلا، خلينا نحكي في معدن، مفروض لما نزلوا شافوا الحجر هذا موجود خلاص سحبوا حالهم طلعوا. صراحة أنا الحجر مشع، تمام. الاشي الوحيد اللي طلع الزنار كيف، هذا هو الزنار شايفينه، هذا حجر مشع، هذا بصير يعطيهم كوام ذهب. واذا كان الجهاز تعبان ماشي بحدد لهم اياه انه ذهب 100%. هيك احنا بنحب احنا لما نيجي مثلا نصور اشي، موقع اشي رايحه جايه، تمام، نوضح انه طبقات الارض يا اخوان، طبقات الارض بتاثر على الفحص، ماشي، في اللي معلوش على، طبعا اللي بحط تطعيم على الاسياخ والامور هاي، الكوارتز هذا برضه بيعطيه نفس السلافه تبعت الاجهزه اللي بحط التطعيم، لانه بصير يبحث عن اشي اسمه لو جزء من المعدن، خلينا نحكي لو جزء من المعدن لكن بلغي شغلات ثانيه، تمام، فبصير يضرب معاه على الكوارتز هذا. حتى الاسياخ مفروض ما تتطعم، مفروض انها تكون 100%. هسه هيك شو رايحه هيك على المغاره مفتوحه، مفتوحه، ولا جوا كمان سرداب بتضل فايت جوا، يعني احنا بنقدر ندخل جوا غاد، اذا بدك تمشي نمشي، يلا روح خليكم معنا، خلينا ندخل هناك جوا يا اخوان نشوف شو في. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قد ايش صار مسكر الحفره؟ 4 9 3 9 4. نعم. ليه؟ المضيحه هنا كثير طالعه، بدي اخليك توقف انا هون، خليك تصور من هون، ماشي. يا ده
هاي هنا فاتح فراغ، فراغ مغارة يا اخوان تحت. شوف ماما بسم الله هاي مغارة كبيرة الله. هاي كبيرة من جوا، كبيرة بس ما في ريحة. وهي السرداب الثاني، هاي كبيرة. تقريبا نفس العملية اللي احنا كنا فيها، لكن هم صاحبين الطمم من جوا ومطلعينه برا. هاي هذا دق العدة تبعكم ولا تبع اصلي؟ هذا اصلي. هاي شايفين دق العدة يا اخوان، في فتحة روزة انا باقي لها، مش فتحة روزة. طبعا احنا بنحكي، احنا كل الشغل هذا احنا تحت صفا بس، لا اكثر ولا اقل يا اخوان، احنا كل الشغل هذا احنا تحت صفا. تمام، خلينا نسحب لورا شوي. اسحب ظهرك حلو. وصلنا اوكي لسه. هات نطلع لكم رصد، نقول لكم والله في رصد. وين احنا رحنا مكان هون؟ نقول لكم في رصد، صار يضرب علينا احجار زي ما بيحكوا العالم، عشان ايش؟ نجيب مشاهدات. يلا حلو يا اخوان. احنا اهم شيء، اهم شيء، اهم درس في اليوم هذا، ان احنا اخذنا انه احنا انه في صفاة تحتها فراغ، لكن هل هذا الفراغ مصنع او غير مصنع؟ بيبين معاكم لما بتنزلوا على الواقع او على الميدان، خلينا نحكي، بيبين معاكم انه هو مصنع او غير مصنع. تمام. وهذا طافي ليش؟ ها شايفينه كيف برنا شي يرسل؟ والله كويس. يا هاي شايفين هذا مشكلة، هذا يا اخوان مشكلة، شايفينه كيف؟ ها طبقات، طبقات طبيعية، مشكلة بتعطي على الأجهزة، ومشكلة تعمل للأجهزة، مشكلة تعمل للفحيصة اللي على الأجهزة، اللي بقول لك انهم هم فحيصة لكن هم مش فحيصة. يعني مثلا زي هذا، زي هذا الحجر شايفينه يا اخوان كيف قديش كبير؟ هذا من فوق بيبين عندهم تابوت، هذا ببين عندهم تابوت مليان، فهمت انت كيف رايت؟ ببين هذا على الجزء ببين تابوت مليان. هذا رصد كامل. اه وضحت؟ لانه قطعه وحدها، لازم بعطيهم شكل المربع ماشي، بفكروا انه تابوت. ما انت مصنع عندك اصلا، مصنع يعني كان فيها ناس، بس انه احنا بالاخر فيها معدن او فيش فيها معدن، هذا اهم شيء بالموضوع. بس حلو يا اخوان، يعني تعبانين الشباب فيها، تعبانين، وهالكنين فيها اصلا ما طلع معاكو ثلاث سنين شغالين فيها، ما طلعش معاكو فخار، ما طلعش معاكو عظم، فخار طلع عظم وطلع قزاز عظم كثير، طلع هون جوا بالبير كثير، ما دخلوا على المقبره خلاص، لقيتوش فيها شيء خلاص انتهى. هسه نفحصها من فوق ونشوف شو الوضع. شايفين هاي اخوان؟ هاي التابوت بتطلع في الاجهزه. انا اشرح لكم طريقه صحيحه. امسك رايت سكيك الكاميرا عندك يا اخ، عشان تعرف انه انا اللي جوا، مش جايب الفيديو من النت يا اخوان. تمام، انا اللي جوا. تمام، نرجع بنحكي كمان مره يا اخوان. طبعا احنا ان شاء الله هاي المغامرات اللي زي هيك ان شاء الله احنا راح نستمر فيها، يعني مش بس هاي المغامرة وخلاص، راح نستمر فيها. خلينا نلبس الكمامة، يعني خنقنا من الوضع. تمام، فهاي المغامرات يا اخوان راح نستمر فيها، وراح نشتغل عليها كثير مش شوي، يعني هاي جزء مغامرة من كثير مغامرة، خنقنا من الكمامة اكثر من العين. تمام، فراح نشتغل عليها
وراح نبلش شغل مغامرات زي هيك ونورجيكم شو طبيعه الارض جوا. لكن احنا ما راح نحكي، لا راح نحكي عن رصد ولا راح نحكي عن الامور هاي ولا راح نحكي عن البلاوي هاي. حكيت انا هسه قبل شويه عن الزنار هذا، تمام؟ هذا الزنار اللي احنا شايفينه، ماشي. هذا الزنار يا اخوان مشكله كبيره للاجهزه، مشكله كبيره للفحيص تبع الاسياخ اللي بيستخدم التطعيم، تمام؟ لانه بتعطيه معدن كانه معدن الذهب. الان في اجهزه ممكن مثلا زي الايزي واي، مثلا الايزي واي هذا احدث جهاز نزل في العالم، ماشي. الايزي واي ممكن يشرح لك انه هنا في مشع، ماشي، ممكن انه يشرح لك انه هاي هنا مشع وهنا مثلا كذا وهنا كذا. لكن الاجهزه الثانيه ماشي بتعطي هذا الزنار بتعطي انه هو ذهب، مع انه هو زنار طبيعي، هو عباره عن خلينا نحكي صوان مع كوارتز، بيجي بالطريقه هاي اللي انتم شايفينها، بيجي بلمع، يعني شايفينه كيف بلمع. ف يعني بخربط الاجهزه وبخربط العالم وبخليهم يشتغلوا على الفاضي يا اخوان، يعني بخليهم ينزلوا نزلات زي اللي هسه نازلينها، ماشي، وهي بكون فيش فيها شيء، ماشي. احنا الاشي الوحيد اللي بنتاكد منه اللي هو وجود المعدن عن طريق الاسياخ، يعني بنشتغل عن طريق الاسياخ بنعرف اذا في معدن ولا لا. في صوت هناك اللي يكون رصد؟ لا لا ما فيش صوت يا اخوان، خافوش. تمام. فبنشتغل عن طريق الاسياخ عشان نحدد اذا في معدن، عشان شباب زي الورده ما ينزلوش هالنزله هاي كلها ويشتغلوا كل هذا الشغل على ولا شيء، تمام؟ عشان بالاخر يوصلوا لنتيجه انه ما عندهم شيء. هسه ممكن تكون احنا مثلا على سبيل المثال، ممكن انا اكون في منطقه اثريه، مثلا مدينه فوق الارض هي عباره عن اثار والى اخره، لكن مش بالضروره انه يكون في تحت شيء، يعني مش بالضروره انه لازم يكون في شيء، ممكن يكون في مقابر، ممكن هم استخدموا. دائما يا اخوان احنا حجينا حكينا قبل هالمره، اذا بدك تدور على معدن لا تدور في المنطقة السكنية، ولا تدور في المنطقة اللي فيها قلعة، ولا تدور في المنطقة اللي فيها بنى فوق الأرض. دائما إذا بدك تدور، دور في المناطق اللي هي بعيدة جنب السيل مثلا، خلينا نحكي يعني نزولا جنب السيل، عشان تروح على المقابر، المقابر اللي هي فيها العدة، مش البيوت، مش المناطق السكنية، تمام؟ العدة هاي كلها في المقابر، وضحت؟ فعشان هيك بنرجع بنحكي نفس السلافه، انه الخربه ما بنشتغل فيها ولا القلعه بنشتغل فيها، بنشتغل في المقابر، هي اللي فيها الرزقه وهي فيها الوضع اللي مزبوط، تمام؟ طبعا يا اخوان هاي الحلقه من عده حلقات ان شاء الله راح تكون هي عباره عن مغامرات، وراح نشوف فيها شغلات حلوه كثير، تمام؟ خليكم معنا عشان نشوف نطلع فوق ونشوف شو الوضع، خليكم معنا. طيب خلينا نطلع نشوف ايش الوضع تبعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شفتوا عشانكم نتعب نقول لكم لايكات، ما تحطوش لايكات، ذبحتونا في اللايكات. اذا من البدايه لما نزلنا بين معنا الموضوع يا اخوان، يعني من اول ما نزلنا بين معنا الموضوع اللي هو الزنار. طبعا هذا حديد، هذا داخل فيه حديد كمان، معدن حديد، تمام. فمن البدايه ببين معنا الموضوع وبتبين الامور، تمام. طبعا شكرا لكم للمتابعه، وان شاء الله انه في حلقه جاي بيكون في مغامرات احلى واحلى، وبتشوفوا كيف الوضع هنا. ناس اشوفوا حتى انا مصور. يلا شكرا للجميع.